من الأحساء جراند نقدم لكم اليوم مطعم النخيل، ونتوجه الآن داخل الفندق وإلى مطعم النخيل، واللي يعتبر أعلى مطعم ارتفاعا بالأحساء، وهو في الدور 11. وصلنا إلى الدور 11. أهلا وسهلا. في البداية أكيد مع المقبلات، وهنا قسم السلطات، محبين السوشي، بطاطس، لحم، دجاج، والأكيد في البوفيه أن يوميا أصناف جديدة تتغير. وهنا القسم اللي أحبه أنا في كل البوفيهات، مو شوربات، لا لا لا، عند الشباب اللي يعدوا لي على حسب اختياري، هو يعد لي حسب ما طلبت. والقسم الأخير أكيد يكون إيش؟ قسم الحلويات. عندهم الخبز على الصاج، عندهم الوافلز، وعندهم الكريب، وأكيد الإضافات موجودة. عندهم الأيس كريمات يعملونها في نفس المكان، وهذا الأيس كريم بالتمر، ورح جعت مرة ثانية للتمر بصراحة لذيذ. جمعت ملك فيصل في شارع الخليج، وهنا فرايديز وستي سي، وهذا البرج، وهنا المطعم في هذا الدور.